الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صحبه. نكمل مع حضراتكم في قراءة بداية الهداية، وقلت لحضراتكم بداية الهداية طاعة، ونهاية الهداية طاعة، وما بين البداية والنهاية طاعة، فلا سبيل إلى الله إلا بالطاعة. هذا خلاصة هذا الكتاب، وهذا الكتاب خلاصة الإحياء. فخلاصة الإحياء عبادات طاعة، مهلكات تفسد الطاعة، منجيات تنجيك من إفساد الطاعة. هذه الإحياء، هذه الإحياء. خلاص يا شباب، العمل نتيجة الإيمان، ثمرة الإيمان. إن لم تعمل سبحان الله، من يعمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. بس تعمل، تبتدي تأخذ خطوات. العلم إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك. متى يكون العلم لك؟ لو تعمل. متى يكون العلم عليك؟ عندما يحاسب الناس مرة وتحاسب أنت مرتين، مرة لأنك تعلم ومرة لأنك لم تعمل. يلا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القسم الأول في الطاعات توقيعها. اعلم أن أوامر الله تعالى، اعلم لا تقال إلا بعدها، مهم. أن أوامر الله تعالى، وكانوا يقولون إذا قرأت على الشيخ لا تقل اعلم، لا عادي قل ما فيش مشكلة عشان الكتاب، تقول يعلم، كأن ما يقرأه الشيخ معروف عند الشيخ الأكبر، فهمتم؟ فكان لا يقول اعلم، كانوا يقولون ها يعلم. فكان مرة أحد الطلاب يقرأ للشيخ، فالشيخ يعني راجل متواضع فيقول اعلم، فالطالب يقول يعلم. أنا أرى اعلم، الشيخ يصور الولد يقرأ لي، لماذا لا يقرأ اعلم، يقرأ يعلم؟ الشيخ متواضع يقول له اعلم، والطالب مصر يعلم. أنا قلت له يا أخي حرام عليك، حرام عليك، أهو اعلم ألف، أهو اعلم، ولا يتكلم. فالشيخ يتنبه فقال من باب الأدب، إذا قرأت على الشيخ لا تقول اعلم، قل إيها يعلم، يعني كل ما سنقرأ الشيخ يعرف، لأن لو كان الشيخ لا يعرف ما نقرأ كيف كان شيخا؟ خلاص ها، اعلم فعل أمر لكنه يفيد التنبيه، فلا يأتي بعده إلا كلام مهم. ألا أداة تنبيه، لا يأتي بعدها إلا كلامها مهم. كل الكتاب مهم، لكن هذا أسلوب التنبيه، نوع من أنواع اللغة العربية، تنبه لما نقول. ويحذركم الله نفسه، احذروا من كذا. هذا الكلام أجراس، تنبيه تنبيه تنبيه، حتى يتنبه الإنسان لما يأتي. ضابط، قاعدة، هي كلمة ضابط، عندما تسمعها تتنبه، النائم يستيقظ. قاعدة عندما النائم يستيقظ. خلاص يعلم ايه مولانا؟ يعلم لا، كان زمان كان لا تفعلها معايا، هذا مع المشايخ الكبار، احنا مولانا لم نصل، غابت الاسود فانتشرت القرود. انا اعرف حقيقة نفسي، لسنا لم نصل لهذا المستوى، بعدين 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 ها. اعلم مولانا، ايوه، ان اوامر الله تعالى، ايه الاوامر؟ الأمر من الأدنى إلى الأعلى، رجاء طلب. الأمر من المساوي للمساوي، التماس. من الأعلى للأقل، ها أمر. خلاص، اثنين مشايخ، التماس، طالب وشيخه، طلب أمر. الطالب يأمر الشيخ تعين اشرح، رجاء تمني، فهمتم يا شباب؟ ما الأوامر؟ الله يأمر،
ما الأمر؟ صيغة افعل، والأمر للوجوب ما لم تكون هناك قرينة تصرفه. كم يعني الأمر إذا أطلق ينصرف إلى كم؟ 10 أقوال، كما نص مولانا الإسنوي المنتقل سنة كم؟ 772. لا تنسى هذا التاريخ، تاريخ الوفيات وتاريخ المواليد يعطي للشيخ ثقل. عندما تشرح لطلابك كده إن شاء الله، ها الرمل الصغير، ها 1004 ثقل، أبو الرمل الكبير 957 ثقل، شربين الخطيب 977 ثقل، مولانا الشعراني 975 أو 73 ثقل، مولانا مين تاني، ها المحلي 864. أنا لم أكتب ورقة وأكتب، تكرار 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 مرة مع مرة، لكن قراءة الوفيات علم التاريخ يعطي للشيخ وهو يشرح ثقل. فهمت؟ قولي. يعلم أن أوامر الله تعالى فرائضه ونوافله. شيء ماشي الله ته ماشي هاد شيء. فالفرض رأس المال. الفرض ما طلبه الشارع طلبا جازما. ما الفرض؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الفرض الواجب اللازم كله عندنا بمعنى واحد إلا في الحج. إن الله فرض فروضا، إن الله حد حدودا. الفرض الإلزام. الجنة، الجنة اثنين، جنة لمن ائتمر بالأمر وجنة لمن انتهى عن النهي، ولمن خاف مقام ربه، ولمن خاف مقام ربه. الإسلام افعل لا تفعل، افعل لا تفعل. الدين أوامر ونواهي. ما الشريعة؟ فهم للأوامر وفهم للنواهي. أدي الخلاصة. خلاص خلاص. نعم. إيه؟ الدين ينقسم إلى إيه؟ أوامر ونواهي. افعل لا تفعل. التزامات واجبات وحقوق. كل حق أمامها واجب. خلاصة الفقه إيه؟ افعل اسمه أمر، لا تفعل اسمها اسمه نهي. ولمن خاف مقام ربه كم جنة؟ للأمر جنة وللنهي جنة. إيه الفقه الذي نقرأه؟ حلال حرام، حلال حرام، حلال افعل، حرام لا تفعل. قول يا مولانا. فالفرض رأس المال. شوف شوف، فالفرض، فالفرض العاطف، رأس المال. ليه رأس المال؟ ضرورة. بكم أنا تاجر كتب؟ بكم كتاب؟ 2 جنيه. بكم تبيع مولانا؟ 3 جنيه. إذن الربح جنيه، رأس المال كم؟ 2. إذا ضاع رأس المال خسران، إذا ضاع الربح لا تغضب. متى نقول أننا نخسر؟ إذا فقدنا جزء من الربح. أبدا إذا فقدنا جزء من رأس المال. فين الفرض في جسد الإنسان؟ العظم واللحم. فين النوافل؟ الشعر والأظافر متجددة. فالفرض رأس الإيه؟ المال. كارل ماركس مات سنة تولد 1849 و48. هذا الرجل أعوذ بالله الذي قال إن الحياة مادة ولا إله، له كتاب 3 أجزاء اسمه إيه مولانا؟ اسمه رأس المال، يتكلم عن الفلوس. إن تملك المال تملك الاقتصاد. هنا إن تفعل الفرض إن شاء الله تأتي السنة. الشيخ سيتكلم في هذا الكلام كلام عجيب، يقول أن من يؤدي الفرائض ولا يؤدي النوافل على خطر. ما معنى على خطر؟ مولانا يركب أتوبيس كم فلوس؟ 2 جنيه يذهب 2 جنيه يعود. إذن الشيخ يحتاج كم في اليوم؟ ماشي معك 4، دي اسمها فرض، لكن الشيخ معاه 7، الثلاثة اسمهم إيه؟ سنة. الشيخ عندما يركب السيارة تتعطل ماذا أفعل؟ سؤال. معناها أن الشيخ سيركب ب2 جنيه آخر، معناها أن الشيخ سيعود من الكلية إلى البيت سيرا على الأقدام، لأن الشيخ يمشي بالفرض.
أنا لا أصلي إلا الفرض، لا أحافظ إلا على الفرض، فجأة الفرض فيه مشكلة. حتى تدخل الجنة بالفرض تحتاج إلى 60، في بعض المشاكل فصار 55 65 45. الله ينادي، هل لعبدي من نوافل؟ فيه، تدخل صلاة الترويح وقيام الليل والضحى والقرآن، لا يوجد نوافل. الله أعلم، الله يعطي درجات رأفة فينجح، أو الله لا يعطي درجات رأفة فيدخل النار. هذا كلام الأولياء الغزالي، سيقول كلام رهيب، ويقول من يحافظ على الفروض على خطر، فما بالك بمن ضيع الفروض، هو في الخطر. شباب، من لا يفهم أن أعيد، ليس عنده مشكلة، من لا يفهم أن أعيد دل مولانا. بسم الله. وهو أصل التجارة وبه تحصل النجاة. وهو إيه؟ أصل التجارة. فصل فصل أصل خلاص أصل التجارة ها، وبه وبه تحصل النجاة. إذا الشيخ يتكلم في كل ده في الفروض. عجبا لمن يصلي التراويح ولا يصلي العشاء، إيه رأيك؟ التراويح جميلة، كم ركعة التراويح على مذهب الإمام الشافعي؟ 8. ليه 20؟ 8 8 يا مولانا، مش 8 8. أنا لا أمزح، أتكلم بصدق. التراويح كم ركعة يا ابني؟ 8. ألم أقل لكم في شافعية جدد؟ يا ابن حرام. تراويح 20 يا مسلم، 8 وهابي. ألم أقل لكم في شافعية جدد؟ 8 يا ابن حرام عليك. من يقول تراويح 8 إذا لا يصلي إلا 23 و 25 فقط، فقد صلى صلى الله عليه وسلم 25 و 23 ولم يصليها جماعة. صلاة التراويح شافعية 20، مالكية 36، حنفية 20، ها مالك ها حنابلة 20، حنابلة 20، حنفية 20، مالكية 36. بعدين نشرح. لكن 8 يعني مش معترضين، لكن ليس مذهب الإمام الشافعي وليس الجمهور. المشكلة أننا لا نعيب على من يصلي 8، لكن من يصلي 8 يعيب على من يصلي 20، حتى صار من يصلي 20 كأنه مبتدع. كأنه يا مولانا، لا صلى الترويح كاملة، ها اكتب صلاة الترويح 20 ركعة، 8 وهابي. كل مسلم الحمد لله، كل مسلم، ليس عندنا مشكلة مع أي إنسان، ليس عندنا مشكلة مع أي إنسان، كل مسلم بفضل الله. لكن يعني رويدا رويدا، كلما يزداد الإنسان علما كلما يزداد الإنسان تفاهما، كلما يزداد الإنسان علما كلما يتعقل الأمور. هذا كلام الإمام الشافعي، من لا يعرف رجاء يكتب. العلم 3 أشبار، من لا يعرف رجاء يقرأ. العلم 3 أشبار، من بلغ الأول تكبر. أنا لا أريد أحد يناقشني، أنا لا أريد أحد يخطئني، أنا الصواب وما عداي كله خطأ. ومن بلغ الثاني تواضع، صار يهدأ. الأمر في خلاف، وكلهم من رسول الله ملتمسوا. ومن بلغ الثالث علم أنه لم يعلم شيئا، فكلما تعلم معلومة جديدة أدرك أنه كان جاهلا في الماضي. كلما تعلم معلومة جديدة أدرك أنه كان جاهلا في الماضي. القارئ الثالث يقرأ، يقرأ المولانا. والنفط والإيه؟ النفل هو أن يبقى. شوف يا سلام، شوف النفل الزيادة، الربح. إذن الفرض الأصل، أصل المال، والزيادة ها الربح وهي النفل. ما
هو النفل؟ النفل ما عدا الفرض، ما عدا الفرض نفل. ولا زال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. يعني إيه معنى الكلام؟ معنى الكلام صار عبدا ربانيا. ما هي علامة العبد الرباني؟ من إذا رأيته تذكرت الله. أول ما تشوفه تتذكر الله على طول. أقول أنا شوف مدرس كان يشرح لك صرف، تعرفون مادة الصرف، عندما ترى في الطريق أنت تتذكر مصادر الثلاثي ومصادر الرباعي والمزيد بحرفين، صح؟ يأتي في رأسك حرف. عندما ترى مدرس الإنجليزي تتذكر على طول آم وإز وآر وجي وإنه وكلام كده. تعرف إنجليزي وقيلة؟ تعرف إنجليزي؟ لا تعرف إنجليزي؟ أحسنت. ها تعرف إنجليزي كلنتن؟ تعرف إنجليزي؟ خلاص قليل. عندما يرى مدرس الإنجليزي يتذكر. آدي العبد الرباني، من إذا رأيته تذكرت الله. النفل هو أن يدخل وبه الفوز، الفوز بالدرجات. كيف تفوز بالدرجات؟ اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. قراءة القرآن غير الفاتحة نفل ولا 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 فرض؟ نفل. اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، اقرأ، فإن منزلتك عند آخر آية كنت إياها تقرأها. مولانا زكريا الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، عجيب والله، أي كتاب لمولانا زكريا الأنصاري فيه بركة، بركة ليس بعدها بركة. الغزالي والنووي مش عارف زكريا الأنصاري، كل الشافعية الكبار سبحان الله كتبهم فيها بركة. والكتاب الذي فيه بركة بإخلاص مؤلفه، ثمرت إخلاص الشيخ الذي كتب، الله يكرمه في مصنفاته، في أنفاس، في أنفاس. مولانا زكريا الأنصاري علشان اقرأ وارتقي ظل 5 سنوات يأكل من الزبالة. شوف الشيخ في نعيم، يشرب شاي ويشرب لبن وفي مأكولات ومشروبات، ولا اليوم بخلاء؟ مفيش مأكولات، بخلاء موجود مأكولات أكيد، خلاص موجود مأكولات. شوف الشيخ يجلس على سفنج، الشيخ يجلس على مقعد بحيث الشيخ ممكن يعني ممكن 250 كيلو الشيخ يتحمل. الشيخ في ميكروفون، الشيخ في أنوار. ارجع لزكريا الأنصاري، رجل وقع بين حجرين، فهو تلميذ ابن حجر العسقلاني المنتقل سنة 852، وهو شيخ ابن حجر الهيتمي المنتقل سنة 974. قالوا عالم وقع بين حجرين، صعب أن تجد سند ليس فيه زكريا الأنصاري، صعب. هذا الرجل كان يأكل قشر البطيخ ليلا في حمام الأزهر، عارف ليه؟ حتى لا يرى الطلاب، الطلاب لا يرون شيخهم يأكل قشر البطيخ، فكان يغسله ثم يأكله 5 سنوات، إلى أن قيض الله له أحد الأولياء فقال له كل ما تحتاج أنا أتكفل. شيخ ماذا يحتاج؟ فكان يأتي بطعام كل يوم 5 سنوات أخرى. ثم جاءه ليلا وأيقظه وقال له اصعد مأذنة الأزهر. الشيخ يقف، ارتقي 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 إلى أن وصل للنهاية. شوف شوف ارتقي، كأنه يرتقي في العلم، ارتقي يرتقي في العمر. قال ستعيش إلى أن ترى كل طلابك علماء. وفعلا عاش. نمرة 2، ستفوق أقرانك. نمرة 3، سيكف بصرك. قال ولا بد، قال ولا بد. عندما بلغت 90 عاما ابن مات، فبكى عليه بكاء شديدا ففقد بصره. يوم القيامة
ولله المثل الأعلى، اقرأ واصعد، اقرأ واصعد، اقرأ واصعد. فكلما تقربت إلى الله بالنوافل كلما ساعدتك على أن أن تصعد. الدنيا أنت تصعد السلم، لكن في الجنة أنت تصعد الدرجات، وما بين الدرجة والدرجة كما ما بين الأرض والسماء. وإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. خلاص يا مولانا. يا الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم. ولذلك أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، أحب الأعمال إلى الله الفريضة، الفريضة أفضل من النافلة بسبعين ضعف، الفريضة أفضل من النافلة بكم ضعف؟ ها سبعين. قول مولا. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حاضر. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. لازم تأويل ولا سمع ولا نؤمن به ونفوض الحقيقة إلى الله؟ لازم تأويل، لازم تأويل. كيف يكون الله سمعك؟ حلول واتحاد كفر. كنت سمعه الذي يسمع به، يده التي يبطش بها، عندما ترى واحد طك، من الذي يضرب؟ الله. استغفر الله. في بلاغة يا مولانا، في بلاغة، في مجاز. ما هو المجاز؟ مجاوزة اللفظ إلى غيرها، إلى غير ما وضع له. في مجاز. من يقول أن القرآن ليس فيه مجاز هو يهدم مدارس كثيرة في التفسير. أهو، ما من فريق إلا وألجئ للتأويل، كل ألجئ للتأويل تجري بأعيننا. مستحيل 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 لا تؤول حتى لو كان وهابي. ابن تيمية نفسه أولها، تجري بعيوننا هو أولها. خلاص. كنت سمع الذي يسمع بي، يعني إيه؟ بصر الذي يبصر بي، يعني إيه؟ في بلاغة، في مجاز. وإلا لو قلنا الكلام على الحقيقة لقلنا بالحلول والاتحاد، وهذا كلام لم يقل به أحد. خلاص. وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. ما معنى هذه الرواية؟ أي صار عبدا رباني، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله، ولا يسمع إلا بما يرضي الله، ولا يضرب إلا في سبيل الله. خلاص صار عبد رباني. أنا حكيت لكم قصة زوجة أم أبو حنيفة ولا لم أحكي؟ لم أحكي قصة أم أبو حنيفة؟ حكيتها هنا في هذا المكان الأسبوع الماضي، أحكيها وينسون. الله أكبر. قول يا ابني، قول يا سيدي، العيال دي جيلة أصلا. لسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها. قدرة، قدرة، قدرة الله تجلت على هذا العبد فصار عبدا رباني. ورجله التي يمشي عليها. سبحان الله. ولن تصل أيها الطالب إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارحك. حلو. كيف تصل إلى مراد الله؟ ما مراد الله؟ مراد الله أن تكون عبدا طائعا. كيف تصل إلى هذا؟ باتباع الأوامر وباجتناب النواهي. إذا اتبعت الأوامر واجتنبت النواهي، هذا ما يسميه الإسلام إيه؟ طاعة. شفت الشيخ بيعمل إيه؟ شفت الشيخ كيف يلف؟ في أوامر ونواهي أنت تطيع. حاضر. إذا أطعت الأوامر والنواهي، خلي بالك في فروض وفي سنن. حاضر. الفروض أصل والسنن ربح. حاضر. لن تصل إلى الله إلا إذا كان سمع وبصر و كل الله. كيف هذا؟ باتباع الأوامر واجتناب النواهي. شوف الشيخ بيعمل حركة جميلة، ده اسمه منطق. كيف يقنعك؟ كيف يجعلك تفهم؟ حوار لطيف. هذا الكلام لا يكتبه إلا أولياء.
قال أحد الأولياء: إذا ذكر الغزالي حلت الرحمة. اسم الغزالي حلت الرحمة. الله يحب عباده. الله يحب عباده. خلاص. ولن تصل أيها الطالب إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارحك في لحظاتك وأنفاسك. شوف الشيخ ذكر إيه؟ القلب والجوارح، لأن القلب هو محرك الجوارح. ألا إن في الجسد إذا صلحت، إذن هي البداية التي تنشر الصلاح في الجسد أو تنشر الفساد في الجسد. قال أحد السادة لعبده: يا عبد اذبح الشاة واتني بأجود ما فيها. فجاء بالقلب واللسان، ثم قال له مرة أخرى: اذبح الشاة واتني بأقبح ما فيها. فجاء بالقلب واللسان. فقال: ما بال الأمر، هذا جيد وفي نفس الوقت سيء، اجتماع النقدين مستحيل. إما القلب واللسان هم أفضل، إما القلب واللسان هم أقبح. قال: إذا صلح هذا صلح هذا، وإذا صلح صلح الجسد، وإذا فسد هذا فسد هذا، وإذا فسد فسد الجسد. ابن عطاء الله السكندري مات سنة كام؟ 709. 700 وكم؟ ابن تيمية رحمه الله للجميع مات سنة كم؟ 728. 700 كم؟ كانوا أصدقاء. شوف ده فين وده فين، لكن كانوا أصدقاء. وكان إذا رأى الإمام ابن تيمية مولانا ابن عطاء قال: مرحبا بولي الله. والكتب تذكر مرحبا بمين؟ موجود الكتب، موجودة. طيب شوف بقى، لم يعادي ولم يقل أنه صوفي، ولم كان يقول مرحبا بولي الله. هذا العالم حتى وإن خالفته في الآراء العلم يحمي. ماذا قال مولانا ابن عطاء؟ قال في كتاب جميل قوي اسمه تحفة العروس وبهجة النفوس، صغير خالص سنقرأه لكن يعني ليس الآن. ماذا قال في تحفة العروس وبهجة النفوس؟ ألم جميل. قال: القلب قدر واللسان مغرفة. آدي القدر حلة، وادي الملعقة، هذا لبن، أنا أدخل الملعقة وأريدها أن تخرج دجاج، مستحيل. ما في القدر تخرجه المغرفة. فإذا كان في القلب الله ورسوله خرجت المحبة، إذا كان في القلب الفساد والضلال خرج الفساد والضلال. القلب ها قدر واللسان مغرفة. الحلة فيها دجاج ستخرج دجاج، الحلة فيها قاذورات ستخرج قاذورات. ومن هنا قال مولانا ابن عطاء في نفس الكتاب، قال: رجاء أن تنظف القلب. كيف تنظفه؟ أستغفر الله تنظفه. اسمها إيه؟ تخلية. حل القلب، نور القلب، جمل القلب، احشو القلب إيمانا لا إله إلا الله. رجاء، من الذي ذكرك بالله وعرفك بالله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فصلي على رسول الله، اجعل ولدك ثلاثة، فما شئت فافعل ما تشاء. ها استغفر الله ولا إله إلا الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الثلاثة هي الفتح المبين. حين تصبح لا حين تمسي. يعني حين تصبح وحين تمسي؟ استغراق لوقت الإنسان. الإنسان إما في الصباح وإما في المساء، الإنسان إما نهار وإما ليل، الإنسان إما نوم وإما استيقاظ. حين تمسون وحين تصبحون استغراق لوقت الإنسان. كيف اطلع الله على ضميري؟ كيف اطلع؟ بعلمه القديم الذي دونه في اللوح المحفوظ، فعلم ما كان وما يكون وما سيكون.
نعم مولاي. ومشرف على ظاهرك وباطنك. نعم، الظاهر والباطن. لا تكن من الأولياء بين الناس، وتكن من الفساق بينك وبين ربك. اجعل باطنك موافق لمين؟ لظاهرك. فلا تكن بين الناس من الأولياء، وبينك وبين الله من الفساق، فاعلم أنك منافق. منافق مع الناس له دواء، لكن منافق مع النفس صعب الدواء. كن صريحا مع نفسك، كن بصيرا بنفسك، فلا تغتر بمدح المادحين ولا تغضب بذم الذمين. المهم الله. إلهي إن لم يكن لك علي غضب فلا أبالي، بل يكن ما يكن وليحصل ما يحصل. قول يا مولانا. ومحيط بجميع لحظاتك وخطواتك وخطواتك. حاضر. وسائر سكناتك وحركاتك. استغراق. الإنسان إما متحرك وإما ساكن، فالله يعلمك في هذه الحالة ويعلمك في هذه الحالة. قول يا سيدي. استغراق. إحاطة. وأنك في مخالطتك وخلواتك متردد بين يديك. متردد بين يدي مين؟ ما دمت متردد بين يدي الله، إذن أنت لا تملك من الأمر شيئا. ما دمت لا تملك من الأمر شيئا فأنت عبد، وما دمت عبد هل العبد يعصي سيده؟ أبدا. فلماذا تعصي ربك؟ العبد عبد، والعبد خلق للطاعة. فإذا عصى العبد سيده نال من الله ما ناله من إبليس اللعين. إبليس كان فين؟ كان في السماء الأولى، لم يكن ساكن. إبليس كان رئيس للسماء الأولى، كان رئيسا للسماء الأولى. اسمه اليوم إيه؟ شيطان رجيم. رجيم يعني مطرود بعيد عن الحق. زمان كان اسمه إيه؟ عزازيل. الآن الشيطان يمشي في الأرض خفية، كان زمان يمشي في السماء بأجنحة. عندما عصى أخذ الله الأجنحة وطرده من فين؟ من السماء، وعزله من منصبه، وجاء إلى الأرض يسكن البحار. والإبليس الكبير لا يدخل الأرض إلا خلسة، يعني خطف. إبليس الكبير لا يسكن في الأرض، يسكن في البحر، له عرش تحرسه الثعابين والحيات. إذا دخل إبليس الكبير الأرض يدخل خفية خلسة، أعوانهم المنتشرة الآن. شوف زمان كان ما اسم إبليس؟ كان اسمه طاووس الملائكة. تعرفون الطاووس؟ طاووس هو ليس طائر، لكن هو زي دجاجة كبيرة جدا كده، لكن ريشه جيد في ألوان كثيرة وطويل. هذا الطاووس ده للملوك، ليس عند أي إنسان. غالي، غالي جدا، يزيد ثمنه عن 3 جنيه، غالي جدا، ما أعرفش، لا يقل عن 5000 أو 10 كمان، يعني كبير كده، دجاجة كبيرة، له رأس كبيرة كده، وله ريش جميل جدا، كبير، ليس صغير. اسمه طاووس، وإن وضع على ترابيزة كأنه يسكن، لا يتحرك كثيرا. ها، كان إبليس اسمه إيه؟ طاووس الملائكة. لماذا؟ لأنه تفوق على الملائكة. الملائكة ما لها مولانا؟ إيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص. لكن إبليس أبو الجن على آراء، أبو الجن كآدم أبو البشر على آراء، وقيل وهاج أبو الجن. إبليس إيمانه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكنه نشأ مع الملائكة فتربى على الطاعة فتفوق عليهم. لكن عندما عصى، سبحان الله، إذا ذكر اسم إبليس كأن القلب ينقبض. ما الذي جعله من أعلى عليين إلى أسفل سافلين؟ أنه لم يفهم حقيقة نفسه. حقيقة نفسه أنه عبد، وعلى العبد أن يقول طاعة. فإذا عصى العبد لا كرامة له إلا بالطاعة. فاهمين ما أقول ولا في صعوبة؟ فاهم؟ شباب فاهمين؟ أنا أصلا مش فاهم ما أقول، فكيف تفهمون؟ يلا عادي، قول يا سيدنا. فلا يسكن في الملك والملكوت ساكن، ولا يتحرك متحرك إلا وجبار السماوات والأرض مطلع عليه. شوف، جبار السماوات والأرض، جبار ليس ظالم، جبار هنا بمعنى قوة، بمعنى القدرة، بمعنى التحكم.
ليس جبار بمعنى ظالم، استغفر الله، بمعنى القوة. يعلم خائنة الأعين ولا تخفي الصدور. ما تخفي الصدور في القلب، لكن خائنة الأعين لو العين غمضت الله يعلم ما تتخيله في الداخل. شوف شوف واحد كده سرحان اسمه هائم، هو يحيى معنا وعينه مفتوحة معنا لكن عقله ليس معنا، فهم؟ ده اسمه ايه مولانا؟ شارد، لكن بالعربي هائم. الهيام، ايه الهيام؟ هو معنا وليس معنا. يا مولانا، مولانا مش فاضي، مولانا بيفكر في الحور العين، لكن في حور عين في الدنيا وفي حور عين فينا في الآخرة. صح يا جيلة؟ هاي يفكر في الجنة، يفكر في ربنا، يعني هو جسده معنا لكن روحه في ملكوت آخر. شوف، في ملكوت ليس في ملك، ملكوت. هذا الرجل مولانا من يعرف في أي شيء يفكر؟ لا يعرف إلا الله فقط. أدي خائنة لها الأعين وما تخفي لها الصدور. طب إذا خرج خلاص الله يعرف، يعرف، ده تمكن. يعلم السر والأخفى. شوف، في سر وفي أخفى من الإيه؟ من السر، الغيب. الغيب أنا أعرف عيوبي لكن الحاضرة، لكن لا أعرف عيوبي القادمة. عيوبي في صدري لا أخرجها، هذا سر. طب عيوب القادمة غيب، لا يعرفه إلا مين؟ إلا الله. حتى أنا لا أعرف عيب نفسي بعد أسبوع. خائنة الأعين سر وأخفى، ما هو الأخفى من السر؟ الغيب. يعلم السر والأخفى، فتأدب أيها المسكين ظاهرا وباطنا. ما معنى تأدب؟ التزم بقواعد، هذه القواعد مستقاة من القرآن والسنة. ولنا كتاب صغير اسمه المنح الإلهية في الأداب الإسلامية، مرة نقرأه، في تقريبا 50 أدب. إيه الأدب؟ أن تصافح باليد اليمنى، عندما تصافح أنت تبتسم، عندما تصافح أنت تسلم باليد واللسان، عندما تصافح أنت تلتفت لمن تصافحه كلية، عندما تصافح أنت تخبره بالحب، عندما تصافح أن تسأله عن الاسم. 5 اسمهم آداب اللقاء: السلام باليد، السلام باللسان، الابتسام في الوجه. خلاص كده كم حاجة؟ 3: السؤال عن الاسم، الإخبار بالحب. 5 أمور كان يفعلها صلى الله عليه وسلم عند اللقاء. إذا تأدبت بهذه 5 الناس تشعر أن لقاءك جيد. فإذا شعرت الناس أن لقاءك جيد الناس ترتاح للقائك، إذا ارتاحت الناس للقائك تمدحك. أدي الأدب. خلاص، أدي الأدب. قول يا سيدي. فتأدب أيها المسكين ظاهرا وباطنا. مين المسكين؟ من المسكين؟ الذي يملك ما لا يكفيه، غير الفقير. الفقير لا يملك، فأنا أملك 70 وأحتاج إلى 100. فهو تأدب أيها المسكين لأنه يكلم مسلم. هذا المسلم عنده أدب، لكن هذا الأدب لا يكفي أن يكون مسلما حقا. ما هو المسكين؟ يملك 70 جنيه، عند غير الحنفية. احنا عندنا الفقير ليس عنده شيء، المسكين يملك ما لا يكفيه. ابو حنيفه العكس، لكن اذا اطلق الفقير انصرف للمسكين، اذا اطلق المسكين انصرف للفقير، عادي، ليس عندنا مشكله. ومن هنا يا اهل الله، ومن هنا يا اهل الله، عشان الله يكرمنا ويكرمكم ويجعل الجنه مثوانا ومثواكم، المسكين عنده ادب لكن لا يكفي ان يكون مسلما حقا، فاحتاج الى رياضه. هذا هو الكتاب، يخرجك من مسكين إلى غني. أدب النوم، أدب الوضوء، أدب الاستنجاء، أدب الغسل، وسنشرح فقه يعني قليل شوي، ليس كثير.
صاهر ومباتن بين يدي الله تعالى تأدب العبد الذليل المذنب. تأدب العبد الذليل المذنب. قال ابن عطاء في حكمة في غاية الجمال: رب معصية، رب حرف جر يفيد التقليل، رب معصية لا يأتي بعده إلا اسم نكرة، رب لا يأتي بعده إلا اسم نكرة، ورب حرف جر يفيد التقليل، رب معصية أورثت أدت إلى ذل وانكسار خير أفضل من طاعة أورثت عزا واستكبار. شيخ يتكبر لأنه عنده علم، شيخ يتكبر لأنه يصلي الفجر حاضر، شيخ يتكبر لأنه يتصدق. فلان مذلول ليه؟ لأنه ارتكب الفاحشة فصار يندم ويبكي. من توبته صادقة؟ توبة الأول توبة لسان، أما الآخر فهي توبة خرجت من القلب، وما كان من القلب وصل. في حضرة الملك الجبار القهار، واجتهد ألا يراك مولاك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. يعني أمرك بالصلاة اجعله يراك تصلي، نهاك عن شرب الخمر رجاء لا تشرب الخمر. الإنسان تحت السمع والبصر والعلم والإحاطة ليل نهار. كان أحد المشايخ قالوا له: يا مولانا أنت تحب طالب اسمه محمد، لماذا تحبه؟ هو يذاكر نحن نذاكر أكثر، هو يحفظ نحن نحفظ أكثر، هو يلتزم نحن نلتزم أكثر، لماذا أنت أحببته أكثر منا؟ قال: غدا كل واحد يأتيني بطير مذبوح بشرط أن يذبح في مكان لا يراك أحد. هيا مولانا ذبحت؟ ذبحت. تفضل. كيف ذبحت؟ قال: أنا أدخل البيت ثم أغلق الباب ثم أذبح، والآخر قال: صعدت إلى الجبل بالليل، والآخر وا 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 وا. ثم جاء محمد ومعه الحمامة صاحية غير مذبوحة. تعال يا شيخ محمد، لا تستطيع الذبح؟ قال: أعرف. لماذا لم تذبح؟ قال: كلما أخذتها وأردت ذبحها فإذا بي أنظر فأرى الله يراني، فكلما ذهبت إلى مكان وجدت الله يراني، خذ هذه الدجاجة فكيف أذبحها؟ فقال الرجل: لذلك قربته. لماذا قرب هذا الرجل الشيخ محمد هذا؟ قربه لأنه رأى الله. أعبد الله كأنك، فإن لم تكن تراه فإنه خلاص. ولن تقدر على ذلك إلا بأن توزع أوقاتك وترتب أورادك من صباحك إلى مساء. إيه الأوقات وإيه الأوراد؟ الورد ما يفعل باستمرار ونظام اسمه ورد. الأوقات تنظيم. أحد السادة المشايخ، لكن ليس مشايخ من عندنا يعني، مشايخ من فريق آخر، قال: المواظبة على عمل معين في وقت معين بمقدار معين بدعة. الشيخ يشرح: من قال سأقرأ القرآن كل يوم من الساعة 7 إلى الساعة 7:30 بدعة. لا تحدد وقت معين لعبادة معينة. هو يشرح، ليس أنا الذي أشرح. فقراءة القرآن من الساعة 7 مثلا إلى الساعة 7:30 كل يوم هذا بدعة، والرسول لم يفعل هذا. يعني من يقرأ القرآن من الساعة 7 إلى الساعة 7:30 بدعة، يكتب هنا في الحسنات ولا يكتب هنا في السيئات ولا يكتب هنا في الطعام؟ أين يكتب؟ هذا كلام لا يقبله عاقل، لا يقبله عاقل. البدعة أمر ليس له أصل في الدين، قراءة القرآن لها أصل. هذا الشيخ
يعطي درس كل أسبوع في مسجد معين، يشرح علم معين في وقت معين. بدعة ولا مش بدعة؟ هو عنده محاضرة في مسجد معين، مسجد ألف، يشرح سورة البقرة عبادة معينة بين المغرب إلى الساعة 10 بالليل وقتها. لكن تعاملنا مجلس علم خير من عبادة كم سنة؟ 70 سنة. أو أي أمر مستحدث في الدين يعود إلى أصله، فإن كان له أصل من الشريعة أخذ حكمه. في ترغيب في دروس العلم. الرسول لم يعطي درس بعد العشاء يوم الاثنين في الوقاوة. إذن نحن نفعله بدعة، بدعة من ناحية اللغة، لكن هذا الدرس يوضع في ميزان السيئات. خلاص لا نأتي، الشيخ يستريح وأنتم تستريحوا، تشتري كتاب وتدفع وتذاكر، والشيخ ترك أولاده، والشيخ من الصباح في العمل، كل هذا ثم إلى زوال، إلى ضلال. ليه مولانا ضلال؟ واحد يجلس في البيت يتفرج على الكرة أفضل. أصحاب العقول فين؟ في راحة. الشيخ يقول اجعل لك وقت تلتزم فيه أنك تعبد الله فيه. الإنسان يكره الالتزام، الإنسان عدو الالتزام، فإذا ألزم الإنسان نفسه رباها. هذه أخلاق التربية. أول مرة ذهبت إلى الشيخ سلم عليه أنا وبعض المشايخ أصدقائي، قالوا عايزين إيه؟ قلنا نريد أن نسلك الطريق إلى الله. قال أنا ليس لي علاقة. قلنا له أبدا، أنت العلاقة نفسها. قال خلاص نجرب، نجرب يا مولانا. قال قولوا الله الله الله، لا في البداية استغفر الله. قال قولوا لا إله إلا الله 100,000 مرة. أنا كنت أقول لا إله إلا الله يعني لو 100 مرة أنا أعد نفسي يعني أبو بكر الصديق، لو أقول 200 يعني أنا أقل من الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني اعتقادي أن الإنسان عندما أقول لا إله إلا الله 100 مرة هذا رقم كبير، والله لا أمزح. الشيخ لما قال 100,000 أذني تسمعها 10,000، فأنا أمشي في الطريق أقول لأصحابي حرام عليه 10,000، إحنا مش فاضيين، 10,000 كتير. فقالوا يا ابني 10,000 إيه؟ الشيخ يقول 100,000. قلت سبحان الله كيف نصل 100,000؟ أنا قلت سنترك كل شيء ونترك الصلاة ونجلس للـ100,000. ثم أنا عندي سبعة، فأنا نزلت من الأوتوبيس أذهب إلى البيت، مشوار قصير يعني قصير جدا. فإذا بي أقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 1,000، لم أنم من الفرحة. أنا ذكرت ربنا 1,000 مرة. صعب، أنا فرحان، كنت أريد أن أموت حتى أحشر في زمرة الأولياء. قلت لا إله إلا الله 1,000 إيه؟ في بداية الأمر صعب عليك 100,000، لكن عندما تدخل في التجربة أول صفحتين في الكتاب صعب، لكن آخر 1,000 صفحة في الكتاب سهل. كم يوم مولانا؟ كنت أعمل وكنت متزوج وكان عندي أولاد، وكنت أعمل في الصباح وكنت أعمل في المساء وكنت أكتب الكتب. انتهيت تقريبا في 4 أيام، مع أن العلم الشيخ أعطانا مهلة أسبوع، قال من الاثنين إلى الاثنين، اثنين ثلاثاء أربع، أعتقد خميس كنت انتهيت من 100,000. لما رحت المرة الجاية اللي انتهيت من 100 قلت له انتهيت، قال قل الله، قلت له كم؟ خلاص الشيخ وصل، خلاص داس بنزين عن خلاص، قال لي 100,000. الحمد لله انتهينا، وقلت له أنا أريد زيادة، أريد زيادة. ليه يا مولانا؟ التزم بوقت، بتحديد هذا الوقت، هذا التحديد يساعدك. يا مسلمين أجمع كل المتفوقين في الدراسة على أنهم كانوا يصنعون جدول للمذاكرة.
تنظيم الوقت للشيخ الغزالي اللي مات سنة 505 بيتكلم فيه، بيتكلم عن تنظيم الوقت. سأذاكر من الساعة 6 إلى الساعة 7 قراءة جزء القرآن، من الساعة 7 إلى الساعة 7 وربع استراحة أصلي على رسول الله 500 مرة، من 7 وربع إلى 8 وربع أقرأ فقه، من 8 وربع إلى 8 ونص أصلي صلاة الضحى 4 ركعات. في تنظيم، من ينظم وقته سيصل. قال مولانا علي في كلمة رائعة جدا، إن الجبال من الحصى. إن الجبال إيه؟ من يريد أن يجمع مليون جنيه يبدأ بجنيه، من يريد أن يقرأ مليون كتاب يبدأ بمين؟ بكلمة. من يريد البداية بخطوة. هذا ليس كلامي، كلام مولانا الإمام علي. ماذا قال؟ ها إن الجبال من الإيه؟ الحصى. يلا مولانا عشان نختمه، وإن شاء الله كل مرة سنأخذ أدب، أدب الاستيقاظ، أدب الخلاء، منه فقه ومنه أدب. ليس كله نشرح، يعني في صفحات الشيخ لا يشرح، معظمها سهلة وأنتم تعرفونها، فكثرة الكلام ينسي بعضها بعضا. يلا مولانا اكمل هذا الفصل. فصلي إلى ما يلقى إليك من أوامر الله تعالى عليك من حين تستيقظ من منامك إلى وقت رجوعك إلى مرجعك. شوف الشيخ هيعمل إيه؟ هذه الحكاية رحلة الطاعة من الاستيقاظ إلى مين؟ إلى العودة إلى النوم مرة أخرى. فسيشرح سبحان الله أداب الاستيقاظ. بعد الاستيقاظ ها الخلاء عشان الوضوء، بعد الخلاء ها الوضوء. طيب ها بعد الوضوء ممكن الواحد يغتسل أو لا يغتسل، وماشي ماشي 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 ماشي. ما السر والعظمة والجمال في كتاب الإحياء؟ فقه شافعي، إلا أنه جمع بين فقه الجوارح وفقه القلب. عرف الطهارة لغة النظافة، الغزالي لا، الغزالي الطهارة هي النظافة، والخلوص من الأدناس الحسية البول والغائط، والمعنوية نجاسة القلب الحسد والبغضاء والعجب والكبر. كده احنا خلصنا الجزء الأول.